عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنتوجه لشوف تي في باش تعاوني في هذا المشكل وقع لي في المغرب. شريت واحد القطعة الأرض بنيتها في ما بين الناظور والحسيمة إقليم دريوش جماعة تازاغين وطريقة الساحلي، على طريقة الساحلي، وبنينا تما واحد الدار. ايوا المهم اللي كلشي من اللي بدينا فيها وحنا في المشاكل مع دوك الناس ديال تما يلاه يهديهم بالرخصه ديالتنا بالوثائق ديالنا بكلشي القوانين ديالنا، حتى حاجه ما درناها من غير قانونيه، ودوموندينا الضو وخلصنا 2 مليون، وجابوا لينا الخشبه ديال الضو، جروا لينا الضو طالبه بالدار صافي من 2018، ودابا جاو داروا الخشبه الضو دابا من 2018 صافي 5 سنين هادي، وجاو عندنا هاد السيمانه اللي دازت بلا ما يعلمونا بلا ما يقولوا لينا بغينا نجيو نحيدوا هادي الضو بلا والو، وحيدوا لينا الخشبه الضو من تم كانت فيها واحد البوله الفوق تضوي على لوسي، الا خرج هكا ولا راجل كبير عنده 70 عام هو ومرتو عايشين تمايا، خليناهم تمايا عايشين تم. المهم جاو حيدوا ديك الخشبه، ما علمونا ما قالوا لينا والو، ما عطاونا الرخصه ما عطاونا حتى حاجه باش يخرجوا باش يحيدوها، وجاو حيدوها ومشاو. ودابا الله يجازيكم بخير الا بغيتو تعاونونا في هذا الشيء. سيدنا مسكين الله ينصرو عطى للناس كل شيء، الضو في الباديه في المدينه في اي بلاصه سيدنا عطى الضو للناس والماء. وحنايا دروكا انا ولادي عايشه هنايا، عندي الاقامه هنا في بلجيكا انا وراجلي وثلاثه ولادي، وتنبغي نديهم ما تيبغيوش يمشيو ليا، تيقول لي ماما ما نمشيوش انا ما كانش الضو وما كانش الماء حنا ما نمشيوش. وعرفتي دابا الدراري تدروكا الصغار ما يقدروش يديروا بحالنا حنايا، واخا حنايا كبار نصبروا، وانا الدراري ما تيبغيوش. وحنا دابا خدمنا هنا 50 عام هادي وحنا هنا خدامين وجمعنا اللي كتب الله، ومشينا حتى حنا نديروا دارنا في المغرب باش نعودوا نمشيو. سيدنا مسكين تيقول لنا مرحبا بالجاليه المغربيه، حنايا تنمشيو حتى حنا لبلادنا ما نمشيوش لشي بلاد اخرى. واللي ملي مشينا عندهم تمايا هانتي تشوف اختي الباب اللي دقينا، الله يجازيكم بخير عاونونا، حيت الباب اللي دقينا تيتسد فوجهنا ما عرفناش علاش. والوثائق ديالنا غادي نصيفطهم لكم دابا من ورا هذا المنبر، غنصيفط لكم الوثائق بكل شيء بالرخصه بكل شيء، حتى حاجه راجلي ما تيدير حتى حاجه اللي مختلفه القانون، كل شيء تيديرو بالقانون، كل شيء تيديرو مضبوط ومسيني ومطبوع. ودابا الله يجازيكم بخير، كنتمنى على الله هاد يسمعوه كاع الناس اللي واقع لهم مشكل بحالنا ويتحل هاد المشكل ان شاء الله. والله ينصر سيدنا اللي عطانا الحق نجيو لبلادنا ونجيبو ولادنا ونجيو حتى حنا بغينا ان شاء الله، ما غاديش نبقاو هنا طول حياتنا، بغينا نجيو ندخلوا لبلادنا نعيشوا في بلادنا نموتوا في بلادنا. والله ينصر سيدنا والله يرحم والدينا. شوف تي في تنتوجه لكم من هذا المنبر تعاونوني، الله يرحم لكم الوالدين. شكرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم.